كمان من أعمال مجلس النواب النهاردة مسألة تقرير محكمة النقض بخصوص عضوية النائب عمرو الشوبكي او النائب احمد مرتضى منصور والحكم باسقاط عضويته والجدل القانوني ومحاوله تفسير الحكم وموقف دكتور عمرو الشوبكي. فهمنا النهارده انه برضو اللجنه التشريعيه بتتكلم او انه هيكون في عرض للتقرير ده في اقرب وقت على الجلسه العامه.